تعالوا بقى نروح على ملف تاني. امبارح في ختام اليوم الخامس من بطولة العالم للكاراتيه المقامة في مدينة دبي، حقق المنتخب المصري إنجاز غير مسبوق الحقيقة في منافسات الرجال والسيدات. ده حصل من خلال إيه؟ من خلال الحصول على 7 ميداليات متنوعة حتى الآن. 2 ميداليتين ذهبيتين لكل من اللاعبة أحلام حمدي إبراهيم في وزن 55 كيلو جرام واللاعب يوسف عماد وزن 84، و2 ميداليات فضية للاعبة منة شعبان إبراهيم ميزان بلس 68 كيلو جرام واللاعب عبد الله ممدوح ميزان 75 كيلو جرام، و3 ميداليات برونزية حققهم علي محمد الصاوي في ميزان 67 كيلو، اللاعبة ياسمين نصر في ميزان 50 كيلو، ومنتخب مصر كاتا جماعي آنسات والمكون من آية هشام ونوع عمرو وأسماء مجدي. طبعا بنتمنى كل التوفيق لبعثة مصر ونتمنى التوفيق ليهم النهاردة كمان، خصوصا أنه بينافس على الميدالية الذهبية منتخب مصر للآنسات، كوميتي اللي بيضم كل من اللاعبات فريال أشرف ومنة شعبان وسهيلة أحمد وياسمين الهواري. ما شاء الله البعثة المصرية متصدرة الترتيب العام لجدول ميداليات هذه البطولة، تأكيدا على تفوق مصر في رياضة الكاراتيه، وحاجة تفرح جدا. حاجة تفرح جدا طبعا، ومزيد ومزيد من التألق لرياضينا يعني في المحافل الدولية المختلفة، يرفعوا دايما كده اسم مصر، ده شيء أكيد بيشرفنا كلنا يعني.